معنا من كييف مراسلنا إياد ستيتية. إياد أهلا بك، صباح الخير. إياد، أريد أن أسألك عن هذا الهجوم على كييف، ما هو طبيعة هذا الهجوم؟ ما الملاحظ فيها المختلف عن الأيام السابقة أيضا؟ نعم أحمد، صباح الخير. هذا الهجوم الصاروخي الروسي اليوم هو يعد الهجوم 18 على العاصمة كييف منذ بداية شهر مايو، ونحن الآن قد دخلنا في شهر يونيو. بحسب الإدارة العسكرية في المدينة فإن 10 انفجارات دوت في العاصمة كييف مع ساعات الفجر الأولى. بعد ذلك تم الحديث عن إسقاط 10 صواريخ من نوع إسكندر كانت قد أطلقتها القوات الروسية من مقاطعة بريانسك، هذه المقاطعة المحاذية للحدود الأوكرانية شرقا. بعض الأحياء في المدينة كانت قد يعني سقطت عليها حطام هذه الصواريخ بعد أن أسقطتها جميعها الدفاعات الجوية. يعني هذه الانفجارات أحمد كانت قوية جدا للغاية يوم ليلة أمس، سمعت في يعني في كل مناطق العاصمة كييف. الأحياء التي يعني تعرضت لهذا القصف أو لسقوط حطام هذه الصواريخ هي أحياء ديبروفسكي وحي ديسنيانسكي وحي دارنيتسا هنا في العاصمة. أكثر الأحياء تضررا كان حي ديسنيانسكي، حيث سقط حطام هذه الصواريخ على أحد المباني السكنية، مما تسبب بمقتل 3 أشخاص من بينهم طفل كما رشحت آخر المعلومات حول عدد الإصابات والضحايا. هناك أيضا 7 إصابات في صفوف المدنيين من سكان هذا المبنى تحديدا. أيضا كان هناك يعني من موجة هذا الانفجار كانت قد طالت العديد من المباني كما تقول الإدارة العسكرية في محيط هذه المنطقة أو محيط هذا الحي، منها مدرستان ودار للحضانة، وباحت هذا المنزل والعديد من السيارات التي كانت مركونة أمامه. أيضا في حي دنيبروفسكي هناك أيضا كان هناك يعني سقط حطام هذه الصواريخ على أحد المباني السكنية، وفي الطريق بجانب هذا المبنى يعني كان هناك 3 إصابات سجلت يعني نتيجة هذا الهجوم الصاروخي الروسي في هذا الحي. حي دارنيتسا أيضا كان هناك سقوط لحطام الصواريخ في هذه المنطقة أيضا على أحد أو بالقرب من أحد المباني السكنية، ولم تقع هناك أي إصابات في صفوف المواطنين. لكن هناك أيضا كانت موجة الانفجار كانت قد طالت يعني مدخل المبنى، هناك يعني أضرار مادية لحقت بالمبنى. يعني 10 صواريخ من نوع اسكندر كما قالت الإدارة العسكرية في المدينة كانت قد أطلقتها القوات الروسية كما قلت من مقاطعة بريانسك، استهدفت فيها العاصمة خلال الليلة الماضية. هذا يعني متابعة ربما للهجمات التي تشنها القوات الروسية وباتت تكثفها باتجاه العاصمة كييف. هنا قبل نحو نصف ساعة من الآن كانت قد دوت أيضا صفارات الإنذار في العاصمة كييف، ومن ثم بعد تقريبا 10 دقائق كان قد أعلن عن انتهاء حالة الإنذار. يبدو أن الهدف كما يعني تداولت وسائل الإعلام أوكرانية قد اختفى عن الرادارات الأوكرانية. يعني بطبيعة الحال يعني ننتظر أحمد البيانات من القيادة الجوية لاستيضاح أمر الهجوم الصاروخي الروسي خلال الليلة الماضية بشكل أكبر، أو يوجد هناك بعض التفسيرات أو ما رشح من آخر المعلومات حول الضحايا أو المصابين. لكن لغاية الآن هناك 10 إصابات وثلاثة قتلى جراء هذا الهجوم الروسي على العاصمة كييف. سنعود إليك إياد في كل جديد وآخر التطورات من كييف، مراسلنا إياد ستيتية، شكرا جزيلا.